السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ مرحبا بكم في قناه تعليم الحفاره، قناتكم ديما كنقولها. المهم الاخوان، ان شاء الله اليوم غنشدوا العبار ديال البسان ديال 20 كتر، لحقاش ما عطاوناش العبار. عندنا الروليت فيها 30 بعد اولا، حتى الروليت ما قديناش نشريوها. المهم الاخوان، عندنا دابا هذا فيه 48 على 48 في هذه البورنيات هادو، بغينا نشدوا 38. يعني اش كنديروا؟ كنجيو لهاد البورنيه هادي لهنا، البيكي كنعبروا 5 متر وكنقصوا 5 متر لهاد البيكي الاخر، ونقصوا 5 متر لهاد البيكي هاد الجهه. يعني الاخوان خصنا دابا ديك 5 متر نديوها النيشان، نقصوا منها 5 متر اخرى لهي، وهذه 5 متر اخرى لهي، يتلاقاو تما. ولكن شكون اللي قال لنا باللي جبنا العبر هو هذاك؟ هادشي اللي غنديروا دابا. ها نتوما، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، ها هي البورنية راه درناها. ولكن حنا الإخوان راه عبرنا بالروليت، راه ما كنعبروش برجلينا بحال هاد المسائل هادو. هانتوما كتشوفوا دابا راه مشى يشد لنا 4 متر أخرى تما، 5 متر أخرى تما، بحال هاد البيكي هذا. غيحط فيه واحد البيكي وغيحط عليه شي شيفون باش يبان لنا. إلا عندنا الكوردة كنشدو من لهي لهنا ونعبرو 5 متر وكنقصوها، راه غتجي هي هاديك. إلا ما عندناش راه تشيع، راه نشيعو كنشيعو يجي الدري عبر معايا لهنا، نشيع 5 متر، نشيع مع داك الشيفون اللي حاط تما، ونعبرو 5 متر ديالنا ونحطو العبر حتى نديرو الجهة أخرى عاوتاني، نشوف واش غيجيب لنا العبر هو هذاك ولا لا. داكشي علاش خصنا دابا نشيع. هو داك السروال، شتو راه السروال اللي درنا الشيفون البيكي. ها نتوما الإخوان، دابا خصنا نعبرو 5 متر، 5 متر شي هاكاك. حمزه مهديده، حمزه رش وسوس بركة صار. ها انتم الخوت، كما كتشوفوا ها هي الطراسي ديالنا. حنا دابا راه ها هو البيكي ديال برا، ديال برا الاخوان. بلاتي نبعد شويه باش نوري لكم كيفاش. دابا حنا اش درنا؟ نقصنا هذاك البيكي الاخر اللي من لهي، ها هو داك كيجلس واحد هنا وكيشيع، كنقصو 5 متر. ها هي ديك الروليت راه مازال متكيه على البورنيه اللي درنا تما، كنقصو 5 متر لتما ياك، وكنقصو 5 متر لهاد الجهه اخرى. ها هي ديك البورنيه حتى هي، وهذاك البيكي اللي من لهي راه بحال هذا، ديال برا، ديال برا اللي طراسه، طراسه لنا ديال برا. ولكن حنا خصنا نطراسيو ديال الداخل، وما عندناش الروليت كافيه ولا المهم خصنا نطراسيوها باش ما كنقصو 5 متر من هاد البيكي لجيت بيكي الاخر، كتشيع البيكي باش تجيبو، ولا طرا ولا الا عندك الكرده كتجبد الكرده كاع وكتنقص 5 متر لهاد الجهه اخرى عاوتاني، كتنقص 5 متر. وهاد جوج البورنيات اللي داير، ها وحده هنا، ها هي، ها هي ديك، والاخرى ها هي، بحال قلتي كتنقص 5 متر هكا، مازال خصك تنقص 5 اخرى هكا، وهادي تنقص لها 5 اخرى هكا باش يتلاقاو لك في القنت اللي غدير لتحت، القنت اللي غدير لتحتانيه، الجهه التحتانيه. ها هو داك راه حطينا داك الشيفون تما باش نشيعو عليه عاوتاني، حيت ما عندناش الكرده اللي نجبدو بزاف، لذلك خصنا نشيعو على البيكي ونعبروها 5 متر ديالنا. دابا ما عرفتش واش كلشي فاهم ولا شي وحدين ولا حتى واحد. المهم راه هادشي راه ساهل، ماشي شي حاجه اللي صعيب بزاف. ها انتم كتشوفوا 5 متر، ها هي، ها
ها هي كل ابيكي كتنقص فيه خمسة منا وخمسة منا وكتزيد امس خمسة ميدين امس هنا ها انتم كتشوفوا خمسة متر وها هي ها انتم زيد صازية زيد زيد ارصا ارجع شوية لهادجي ارصا تم ها انتم كتشوفوا راه عبرنا دابا خمسة متر وها هو هنا فين غتكون يعني هنا دابا القنت ديال الكاب ها انتم كتشوفوا هنا فين غتكون القنت ديال الكفا هي الطراس ديال الطراسة ها انتم ها فين خلينا داك البيك اللي ديال الاخر يعني هنا فين غتكون القنت ديال الكاب كما كتشوفوا الاخوان ها هنا يعني دابا راه درنا وحده تما وحده لهي وحده لهي وهادي يعني اربعه دابا راه الطراسي عبرناهم دابا خصنا نشدو نديرو البيكيات هنا ونطراسيو البسن ديالنا ونحاول نبداو في الخدمه ان شاء الله وكما غتشوفوا ان شاء الله نصور لكم في شي فيديوهات في هذا البسن الكبير ديال 25 ديال 20 كتار المهم كنتمنى ان كلشي يبارطاجي الفيديوهات ديالنا والسلام عليكم.